السلام عليكم. نحن فريق زين من الأمل. اليوم عم نعطي دورة تدريبية في ريف عفرين في قرية جويق. عطينا مبادئ الإسعافات الأولية تحت شعار كن المسعف في بيتك، حتى كل شخص يستطيع أنه يسعف أي حالة طارئة ممكن أنه تصير معه. تعرفنا في هاي الدورة عن الحرارة والتنفس والنبض، أيضا تعرفنا عن السبيئة طريقة الانعاش القلبي الرئوي، لأن احنا عايشين في مكان كله حروب وكله أزمات. أيضا تعرفنا على أنواع الحقن، كيفية أعطاء الجرعة الدوائية سواء تحت الجلد أو ضمن الوريد أو ضمن العضلية، وتعرفنا على خياطة الجرح. كان في عنا عدد من الحضور لا بأس منه. اخترنا نحن القرى لأن القرى بشكل عام المنظمات ما عم تعطيها تدريبات، بالأغلب عم يتركز الأمر على المدن، المكان عم بيكون صعب على بعض المستفيدين، لهيك اخترنا نحن الأرياف اللي موجودة لأنه نفيد الأشخاص الموجودين بدورات إسعافات أولية وأيضا دورة دعم نفسي اجتماعي لحتى ندعم نفسيا ونقدم العون النفسي الأولي للأشخاص المهجرين وللمقيمين الموجودين في هذه المنطقة. الصحة النفسية، كيف أنا بدي أقيم حالي إني أنا صحيح نفسي أو مريض نفسي؟ تعريف الصحة النفسية قال هي غياب الأمراض النفسية. طيب أنا عندي توتر وقلق وخوف، أصبح أنا ماني صحيح، لأن الصحيح لازم يكون لا عنده أعراض ولا عنده أمراض، لكن أنا أشو بالشهيق أخذ الأكسجين بالزرير طلع خاصة بأكسيد الكربون، جيد؟ عندي أنا معدل طبيعي، المعدل الطبيعي واضح، المعدل بدنا نكون وضعين مناسبين خوفا من إني أكسر الأطباق اللي موجودة، تمام؟ خوفا من كسر الأطباق اللي موجودة، فشوف معي، تمام؟ إذا كان عندي بارد شخص كبير، فالضغط بيكون بتشديد الأصابع مع بعضها البعض، فك الأصابع هيك، رفع الأصابع باتجاه الأعلى، والضغط بيكون عن طريق كف اليد بطريقة الأكتاف هيك.